أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من المنصة. عندما تغيب الدولة وتحضر الحرب جلب معها الأزمات والأوبئة، يكون لزاما على المجتمع حمل مهمة إنقاذ ما تبقى من حياة على عاتقه. في أغلب دول العالم للمبادرة الشبابية دور بارز وفعال في خدمة المجتمعات، بل أن المبادرات الشبابية تتساوى مع المؤسسات الخدمية الحكومية من حيث تقديم الخدمات وتحريك عجلة الحياة فيها، حيث تصل عدد هذه المبادرات إلى الألاف وتتخصص في جميع المجالات وينخرط فيها كافة أبناء المجتمع بالعمل الطوعي كتعبير عن مسؤوليتهم تجاه بلدانهم. لكن هذه المبادرات في دول العالم الثالث ما زالت محصورة العدد وأيضا العمل، إلا أنها بدأت للظهور مؤخرا لتحاول ترميم ولو جزء بسيط من الفراغ الكبير الذي يخلفه غياب الدولة وتقاعسها عن أداء مهامها. عن دور وأهمية المبادرة المجتمعية في توعية الشارع اليمني من مخاطر كورونا سيكون موضوع هذه الحلقة. قبل أن نبدأ باستقبال الاتصالات نذهب لمتابعة هذه التصريحات. المبادرات المجتمعية بشكل عام تساهم في خلق وعي مجتمعي لدى المواطن سيما في المجتمع اليمني. طبعا لاحظنا كثيرا من المبادرات المجتمعية في محافظات شتى وهي تعمل على توعية الناس بأن يأخذوا الاحتياطات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا. هذه المبادرات أتت وأصبحت واقعا في كثير من المحافظات بعد أن اختفى دور وزارة الصحة العامة والسكان وهي المعني الأول بهذا الموضوع في ظل وضع الحرب والوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد. أعتقد أنه من خلال المبادرات المجتمعية يقوم كثير من الشباب في المحافظات المختلفة بالوصول إلى جميع الناس في المنازل وفي الأسواق وفي الطرقات العامة، ولاحظنا ذلك حتى في وصلوا حتى إلى داخل البيوت، بل أن بعضهم كان يطرق الأبواب لتعقيم البيوت، وهذا شيء طيب وأيضا يعني يخفف أو يزرع الوعي في الناس حتى يواجهوا كورونا، وحتى لأن اليمنيين ربما لم يأخذوا بالاحتياطات والإجراءات المتعلقة بكورونا بشكل جيد كما في الدول المختلفة، لكن هذه المبادرات تنمي الوعي لدى المواطن بأهمية ألا نتساهل فيما يتعلق بهذه الجائحة التي عمت العالم كله. بالنسبة لمنتقى الفرق الطوعية بتريم وضواحيها كان من المساهمين مع منظمات مجتمع مدني في مواجهة وباء كورونا، فالسلطة المحلية بوادي حضرموت ومثل أيضا بسلطة بمديرية تريم قاموا بعمل اجتماع بمنظمات المدني، وأيضا أعطوا الضوء الأخضر لجميع المنظمات في مواجهة هذا الوباء. فملتقى الفرق الطوعية مع باقي الفرق الطوعية قاموا بعمل عدة حملات ومبادرات بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني. من أبرز هذه المبادرات التي قاموا بها في مواجهة هذا الوباء وباء كورونا وهي حملة تعقيم المساجد بمديرية تريم، شملت عدة مساجد ما يقارب فوق 15 مسجد، أيضا حملة مكبرات الصوت توعوية بإشراف مكتب الصحة بالمديرية ومشاركة أيضا 7 جمعيات بمديرية تريم، وهذه شملت حارات جميع حارات مديرية تريم وضواحيها، أيضا المشاركة في رفع لافتات لبعض المؤسسات التي فيها توعية ضد هذا والاحتراز من هذا مرض كورونا، وأيضا توزيع منشورات توعوية قام بتنفيذها الملتقى ما يقارب 1500 منشور، وزعت هذه على البيوت بيت بيت بمديرية تريم، أيضا المشاركة بمشاركة مع السلطة المحلية ممثلة في مكتب الأشغال بعمل حملة. إذن مشاهدينا الكرام نعود إليكم ونبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، ومعنا من عدن سالم الخضر. مرحبا بك سالم، مساء الخير. أهلا وسهلا أختي. سالم، خلال الأيام الماضية تم تداول مقاطع فيديو من عدن من عدة مقابر لقبور بالعشرات وموتى بالعشرات، ما حقيقة هذه المقاطع؟ كيف هو الوضع في عدن؟
والله الوضع في عدن أصبح مأساوي جدا. يعني الوضع مأساوي في سكوت، يعني غياب تام للحكومة وللأحزاب ولمنظمات الصحة العالمية. أعداد يعني المفقودين يوميا تزداد عن أكثر، يعني آخر إحصائية وصلت تقريبا إلى 86 مفقود أو فقيد بسبب هذه الأوبئة. اللي الآن نحن جاري نشي هذه الأوبئة. عدن أصبحت مدينة موبوءة ومنكوبة في ظل غياب التام، يعني الغياب التام لجميع السلطات. السلطة اكتفت بإعلانها مدينة منكوبة ولم تقم بإتباع الإعلان بشيء، كأنها واجبها فقط أن تعلن. سالم، أنتم كشباب قمتم بالتحرك وبعمل مجهودات شبابية ذاتية في عدة مبادرات على مستوى عدن، حدثنا عن المبادرة التي تنشط أنت بها، ما الذي قمتم به خلال الفترة الماضية؟ نعم نعم، نحن طبعا بدأنا قبل الوباء، قبل كورونا اللي هو كان معنا في شهر فبراير لما وقعت الأمطار والسيول. فلبينا النداء كشباب بشكل عفوي بدون تنظيم، كل واحد خرج النفط من أجل إنقاذ أهله، إنقاذ الأماكن المنكوبة، البيوت الغارقة، البيوت المتحطمة من مياه الأمطار، من السيول اللي أجت من الجبال. فاستمرينا في العمل لمدة 3 أيام، فشفنا أن الوضع كان عشوائي، أن كل واحد يشتغل لنفسه، ما فيش ترتيب، ما فيش لما تكون اليد الواحده ما تتفقش، لما تكون تحت رايه واحده او تحت مسمى واحد يكون في تنظيم للعمل. او ربما الوضع وضعكم بهذا الشكل، يعني الكارثه حصلت فجاه فانتم خرجتم للشوارع لمساعده الناس، وهذا ما كان ظاهر في مقاطع التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، الشباب وهم يقومون بحمل السيدات الكبار في السن وغير ذلك. حدثنا الان سالم عن الوضع حاليا خصوصا في الاوبئه وفيروس كورونا، ما هي الانشطه التي قمتم بها خلال هذه الفتره لتوعيه الشارع العدني بالذات من خطورة هذا الوباء؟ بالنسبة للأوبئة احنا قمنا كشباب بحملات توعوية بعدة مبادرات وعدة منظمات. في معانا حملة بنو عيك، يعني بنو عيك، وفي معانا حملات أخرى، وفي اتفاق من المبادرة التي نحن بها مكتب الإنقاذ الوطني الشامل، الاتفاق مع مدير مديرية المعلقة الذي كانت مدينة أول مديرية أول مديرية منكوبة. فقمنا بالاتفاق معه للإشراف على المجمع الصحي وفتح المجمع الصحي بعد أن أقفلت جميع المستشفيات في المديرية، وحملات النظافة كمان، وحملات التعقيم، وحملات الرش الضبابي، وحملات رفع المخلفات الأمطار التي لا زالت إلى الآن تملي الشوارع. نعم، إذن سالم شكرا جزيلا لك، شكرا وبركتم بكل الجهود التي قمتم بها، البركة فيكم سالم، شكرا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من تعز، معنا من تعز مها عون، مرحبا بك مها، مساء الخير. مرحبا بك. مها، كيف هو الوضع في تعز؟ ربما الجميع يعول على الوعي أو وعي الشارع التعزي، ولكن كان هنالك مقاطع فيديو وأيضا صور انتشرت خلال الأيام السابقة كانت صادمة، الناس تكتظ بالشوارع، الشوارع تكتظ بالناس. صحيح، الجميع يعول أن تعز هي عاصمة الثقافة، هي أكثر وعيا بهذه الخطورة، ولكن ما راناه في الواقع كان مختلفا كليا، التجمعات في الاسواق، في الاماكن المزدحمه، مخيمات افطار، تجمع حتى في الاعراس، ما زال الاعراس متواجده في البيوت. هناك ايضا المساجد لم تغلق كليا، وانما هناك في بعض الحواري يصلون بالمساجد بشكل متخفي جدا. هناك اصلا ردود بالمجتمع مختلفه جدا حول كورونا، لحد الان المجتمع لم يدرك خطوره هذا المرض، لم يدرك وجود هذا المرض، لم يستوعب ان هناك مرض اسمه كورونا وهو يعتبر جائحه عالميه. ولكن الان في حالات في تعز، اليس كذلك معها؟ فعلا.
تم تسجيل حالات في تعز على المواطنين أن يعوا خطورة وحقيقة الوضع. أين هي السلطة المحلية من كل ذلك؟ مها كان هنالك قبل فترة أخبار تتحدث أن السلطة المحلية أمرت بإغلاق المساجد وبعض الأسواق. صحيح، في بداية شهر 3 تم الاجتماع مع لجنة الطوارئ، وكان هناك إصدار قرارات بإغلاق الأسواق والمحلات التجارية بسبب التجمعات، ولكن لم يحدث أي التزام، وبدأ استهتار من قبل المجتمع، من قبل حتى السلطة المحلية لم يكن لها دور فعال جدا، فلذلك كان نسبة الوعي للمجتمع جدا بطيئة جدا قليلة. المجتمع للآن لم يستوعب. فغياب السلطة المحلية شكل فجوة كبيرة بين المجتمع، ما بين هذا المرض، ما بين الجهات الطبية المعنية، بسبب عدم توعيتهم بهذا المرض. نعم. ما الذي لم استطع فهمه مها، كيف يمكن للشعب اليمني ان يستوعب الكارثه والعالم يعاني منه ربما من ذو شهرين وخسائر على مستوى الارواح والاقتصادات تنهار، كيف يمكن ان نوصل هذه الرساله لوعي المواطن اليمني المستهتر؟ كيف يمكن، ما الرساله التي تودين ان تقولها للمشاهدين؟ ما زلت اؤكد اننا في حاله في معركه وعي، ليست معركة مواجهة المرض. الشعب أو المجتمع اليمني مستوعب أنه هناك مرض، نستطيع الوقاية بالإجراءات الاحترازية، بلبس الكمامات، بالمعقمات، بالإجراءات البسيطة الممكنة، ولكن هناك أشياء أخرى، يعني بالوضع الإنساني، بالوضع المعيشي السيء، فكيف يستطيع اليمني أن يتقبل هذا الشيء؟ هناك صعوبة. مع ذلك في هذا الفترة نحتاج تعاون الجميع، كافة أفراد المجتمع، فردا، جماعة، سلطة محلية، جهات معنية، منظمات. نحتاج من الشباب توحيد جهود، مبادرات شبابية، منظمات المجتمع المدني، من أجل التوعية والتركيز على التوعية. وأيضا نقطة أخرى، تعليق على حديثك مها، قلت أنه ربما الوضع المعيشي الصعب للكثير من اليمنيين نطلهم للخروج إلى الشارع للعمالة اليومية، خاصة من يعتمدون على مصدر الدخل اليومي، ولكن الصور التي شاهدناها خلال الأيام الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي، صور للناس في الشوارع في الأسواق تقوم بشراء ملابس للعيد، ليس من المنطق أن نقوم بالخروج لشراء ملابس للعيد في ظل هكذا أوضاع. عموما شكرا لك مها، شكرا لكل الجهود التي تبذلونها في مجال التوعية والأعمال التطوعية، شكرا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر هذه المرة من صنعاء، معنا عمار مرشد، مرحبا بك عمار. مساء الخير عمار. مساء النور، مرحبا بك. عمار، لديكم مبادرة جديدة تزامنا مع هذا الوضع، حدثنا عنها. يخبرني المنتج أن اسمها دارك بيتك، شيء من هذا القبيل. نداويك بيتك، نداوي في بيتك، دارك أمانك. فكرة الحملة أنه يعني إحنا أغلبنا نعرف أنه الحظر الهدف منه الأساسية منه هو تحكم الفيروس في الشارع، يعني أحد يقدر يسيطر عليه لما يكون الناس موجودين في بيوتهم. فعشان إحنا نساعد الناس أنها تجلس في البيوت، إحنا أول حاجة قبل ما نحظر أو نعلن الحظر أو نمنع الناس من الخروج، نوفر احتياجاتهم. يعني غالبا بعيدا عن اللي تخرج السوق بسبب الموسم، العيد والأشياء دي كلها، في ناس ملتزمة بالحظر بس تحتاج تخرج تضرب إبرة، تحتاج تخرج تضرب إبرة السكر، تحتاج تخرج تسوي مغذية، تحتاج تسوي جراحة بسيطة. فملاذها الآن أنها تروح تسوي هذا الأشياء في المستشفيات، والمستشفيات الآن تعتبر بؤرة تواجد الفيروس. فإحنا عشان نحافظ على خطورة، يعني نحافظ على الناس من خطورة الفيروس، فكرنا أن إحنا نسوي قاعدة بيانات للشباب المتطوعين، كل واحد في بيته جالس، تمام، المتطوع ملتزم بالحظر جالس في البيت، بس عنده مهارة في ضرب الإبرة، عنده مهارة في تركيب الأغذية، هو ممرض، هو دكتور، ممكن يسوي جراحة. ناخذ قاعدة بيانات لكل الأشخاص المستعدين أنهم يتعاونوا في الحملة، مع تحديد الوقت المناسب له، الأشياء اللي هو بيقدر يسويها، المنطقة اللي هو بيعيش فيها، وبعدين بنعلن عن رقم خاص بغرفة عمليات مصغرة، أنه أي أحد حابب يسوي يضرب إبرة سكر، يسوي مغذية، يسوي جراحة بسيطة، هو جالس في البيت ما يشتيش يروح المستشفى، خايف أصلا يروح المستشفى، بيتصل فينا، ناخذ معلومات عن الفئة، الشخص اللي طلب مننا الخدمة، فين ساكن،
ايش يحتاج بالضبط، وبنرجع لقاعده البيانات بنشوف انه مثلا هذا الشخص اللي اتصل يحتاج يسوي مغذيات، يحتاج يسوي مجارحه خفيفه، بنرجع لقاعده البيانات نشوف من الشباب في نفس الحي او في نفس المنطقه القريبه لهذا الشخص يقدر يسوي مغذيه ويقدر يضرب ابر ومجارحه، بنتواصل معه بنبلغه انه في شخص في المربع اللي انت ساكن فيه هذا رقم تليفونه يحتاج تروح تسوي له مغذيه وتسوي له ادراء وقدم له الخدمات اللازمه مع الاحتياطات انه كل شيء يكون معقم، في التزام انه قبل ما يدخل البيت يتعقم واول ما يخرج يتعقم، يلبس الكمامه يلبس الجلاف، الاشياء هذه كلها. الفكره انه احنا نحاول نوفر للناس الاحتياجات اللي تشجعهم يجلسوا في البيت، مش نقول لهم ممنوع الخروج وبنفس الوقت موتوا بس لا تخرجوش. مستحيل الناس تقبل، مستحيل الناس توافق على انها تجلس في البيت. صحيح. وما فيش معها ما يخليها تجلس حتى الاسبوع واحد، انت حتسوي حجر سوي حجر بس وفر للناس الاحتياجات اللي تحتاج عشان يكون في معك فرصه ان الناس تستمع لك وتتجاوب معك. نعم، ولكن مبادره زي هذه تحتاج دعم عمار، من الذي يقوم بالمساعده؟ من الذي يقوم بالدعم وتوفير المواد الغذائيه؟ كيف توفرون الاحتياجات؟ بس تأكد يعني توضيح، احنا ما بنوفرش مواد غذائيه، احنا اكثر الاشياء اللي ممكن نسويها انه ادويه، وفي معنا شباب احنا بنستفيد من الموجودات والمكنونات. الموجودات اقصد فيها مثلا الموجودات الاشخاص اللي مستعدين انهم ينزلوا، يعني الممرض لما بيعبي البيانات هو عارف انه هو بيعبي بياناته كتطوع، يعني هو ما حياخذ مقابل انه حيروح يضرب ابره لجاره او انه حيروح يسوي مغذيه لجاره، ما حياخذ عليها مقابل. فهو بيقدم كتطوع. المكنونات في معنا اشخاص معهم صيدليات، معهم مستشفيات، عندهم ادوات صحيه، هم بيحبوا بياناتهم وبيكتبوا ضمن خانه الاحتياجات اللي ممكن يوفروها، انه انا ممكن اوفر 20 ابره، انا ممكن اوفر معقمات، انا ممكن اوفر ادويه للاشخاص اللي ما عندهمش ادويه في المنازل. فاحنا بنحاول قدر الامكان في الوقت الحالي ان احنا نستفيد من الاشياء الموجوده معنا بدون دعم. في حاله كان معنا دعم بالعكس الموضوع حيكون افضل واجمل، يعني حيخلي الناس كمان تتشجع انها تتطوع اكثر وانها تروح، وحتى اذا قدرنا نوصل حتى على مستوى بدلات المتطوعين اللي بينزلوا للبيوت حيكون حاجه جدا كويسه. نعم. في تفاعل، في تقديم، في يعني زخم كبير من الشباب انهم يكونوا جزء من الحمله هذه. احنا نتمنى بس انه الجهات المختصه توفر لنا جسر امن ان احنا نقدر نتنقل في حال انه حصل حظر، يجيبوا لنا تصاريح ان احنا نقدر نروح ونسير ونرجع، يامنوا بفكره الشباب انهم حابين يسدوا الفجوه اللي الجهات المختصه ما قدرت تسدها، يعملوا كمان على تعزيز التكافل الاجتماعي اللي بيحصل، الامراض هذه والفيروسات والجائحات اذا كانوا الناس منقسمين زي اول في الحروب، ففيروس اسهل واسرع من قذيفه او من طائره او من صاروخ ممكن يدمر الناس، وكمان هو يعتبر قاتل صامت وذكي، يعني لو كنت انت من الان لبكره دكتور او درست في الخارج، الفيروس اذا وصل لك حيقتلك ما يفرقش هو اصلا. نعم، إذن عمار مرشد كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من الرياض معنا صادق المسوري، مرحبا بك صادق، مساء الخير. مرحبا، مساء النور يا مرحبا. أهلا بك صادق، أنت يمني مقيم في السعودية وتعلم كيف هي الأوضاع خلال ربما الشهرين الماضية، الحظر وحظر التجوال الذي فرضته عدة من الدول منها السعودية. الآن الوباء وصل إلى اليمن، اليمنيين غير مستوعبين لخطورة الوباء، مستهترين بالموضوع، الناس في الشوارع في كل مكان، الأسواق مكتظة بالناس، برأيك ما سبب كل هذا الاستهتار من قبل اليمنيين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتكم. تقريبا المجتمع اليمني فكره الحظر او الفكره انه يجلس في البيت وكذا صعبه اساسا بسبب الاوضاع المعيشيه التي يعيشها الشعب وحاله المواطنين بشكل عام، فاعتقد انه صعب جدا انه يكون مبدئيا انه حيكون في التزام في البيت وعدم خروج الشارع. ألو، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. صادق، أيضا المنتج يخبرني صديق عمر أنكم تقومون أيضا بحملات توعية عن طريق النت أو لديكم نشاطات، أخبرنا عن ما الذي قمتم به بهذا الخصوص. الحملة التوعوية اللي طبعا قامتها تحت رعاية الجمعية اليمنية للفنون والتصميم هي حملة توعوية بخصوص تستهدف التوعية بخصوص مرض أو فيروس كورونا.
هذه الحملة بدأت بجهود ذاتية وبصورة طوعية طبعا من قبل أعضاء الجمعية اليمنية لفنون التصميم، وتتويجا أيضا للجهود الكبيرة للشباب اليمني في خدمة وطني وبلادي، جاءت حملة واسميناها كانت دارة أمانك. بدأت فكرة الحملة تقريبا مع أول تسجيل حالة إصابة في اليمن، اجتمع تقريبا أكثر من 35 مصمم وموشن جرافيكس، أنتجنا أكثر من 300 تصميم توعوي، وبدأنا في نشرها قبل في تاريخ 15 مايو تقريبا. الحملة ما زالت مستمرة، وإن شاء الله مبدئيا هي لقت رواج كبير في وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب. جميل هذا الوعي صادق، بالذات أنت مش في اليمن وفي الرياض، رغم كذا رغم ذلك شاركت وكنت عضو فعال رغم غيابك داخل المجتمع. صادق، حدثنا عن ما هي الصعوبات التي واجهتكم خلال هذه الحملة، كيف كان رد الفعل الشارع تجاه هذه التوعية، مدى القبول والالتزام؟ تقريبا في قياس انه قبول والتزام مبدئيا ما نستطيع قياسه تحديدا بالضبط، لكن الحمله لاقت استحسان من الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب، وكان صداها كبير في الشارع اليمني ايضا ككل. الصعوبات حاليا ما في صعوبات واجهنا احنا كاشخاص في تنفيذ الحمله، لكن احنا نوجه وسائل الاعلام بشكل عام، وهي دعوة أيضا للجميع أنه بالتفاعل مع الحملات المشابهة للتوعية بهذا المرض أو هذا الوباء، وندعوكم أنتم أيضا وسائل بقية وسائل الإعلام أنه بتكثيف الجهود في نشر التوعية بهذا الجانب إن شاء الله. صادق، إذن صادق المسوري كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الاتصال التالي من القاهرة، معنا الدكتور غسان البديجي. مرحبا بك دكتور غسان. اهلا وسهلا بكم ويسعد مساكم اخواتي المباركه استاذ امل، وتحيه للمبدع معد البرنامج عمر النهم. اهلا بك دكتور غسان، انت ضيف دائم على المنصه، هذه المره ستتحدث ليس كرايك وانما كفاعل في هذا الموضوع، احد الفاعلين في عمليه التوعيه ضد فيروس كورونا، رغم انك تعيش في القاهره، ما الذي قمتم به؟ حدثنا عن مشاركتكم بهذا الخصوص. والله نحن بدانا من يوم امس، اطلقنا مبادره واسميناها انا طبيب انا معك. كانت فكرة المبادرة بسبب أشياء كثيرة، منها تخفيف الضغط على الزملاء الأطباء في الداخل بحيث أن عددهم قليل جدا، وبنفس الوقت تعرضوا لتنمر كثير، وخاصة في انطلاق شائعات كثيرة، منها كما أنتم عارفين يعني أنه الحالات تروح المستشفيات، وهذه طبعا نحن نود ومن منصة وقناة بلقيس أن نؤكد أن هناك أطباء زملاء معانا في كل المستشفيات، في صنعاء، في مناطق سيطرة الحوثيين، ونعرفهم جميعا ولا صحة لأي شائعات من هذا القبيل. أيضا حبينا أن نبث الطمأنينة بين الناس ونخفف الضغط على المستشفيات والمراكز. يعني مثلا هناك درجات في الحالات، في حالات خفيفة، في حالات متوسطة، في حالات حادة تحتاج إلى مراكز عناية مركزة ومراكز عزل. نحن نتعامل مع الحالات اللي هي مثلا أكثر حاجة، الحالات اللي هي بسيطة، وننصحهم ونوعيهم يعني نقول لهم إيش بالضبط يتبعوا من أشياء، إيش يعملوا بالضبط. فهذا يعني يخفف الضغط اولا على الاطباء، يخفف الضغط على المراكز. هذا الاشياء اللي خلتنا نحن نطلق هذه المبادره. طبعا ان شاء الله تكون مبادره او نواه لانشطه عديده، منها مثلا توفير ادوات وقايه وحمايه الكادر الطبي، التواصل مع المنظمات ومع الجمعيات الخيريه، واشياء زي كذا ان شاء الله. نعم دكتور غسان، قلت أنكم قمتم بتواصل مع منظمات وجهات، كيف كان تفاعل الاستجابة؟ لا أنا قلت لك انطلقنا من المبادرة يوم أمس، نعم، وهذه إن شاء الله من الأنشطة العديدة التي يعني في البرنامج، في برنامج المبادرات، لكن ما عملناه من يوم أمس لحد الآن،
انا بقول لك مثلا انا يعني عضو من ضمن الشباب المبادرين. التواصل يعني الكثير من الناس خاصه لهم من مواقع التواصل الاجتماعي اصدقاء الفيس والواتساب بعد نشرنا اسمه المبادره، فكثير عندهم يعني تساؤلات واستشارات عن عرض حمى، عرض فقدان حاسه الشم، يعني اعراض مشابهه لاعراض كورونا. هذه يعني مثلا زي الحاله هذه لا تحتاج انها تذهب الى مستشفيات. فقلنا لهم ايش يعملوا بالضبط. ايوه دكتور غسان، إذا لو تحدثنا عن أهمية هذه الأنشطة الشبابية، عن هذا الجهد المجتمعي، هل سيثمر أو له داعي في هذا التوقيت خاصة في ظل غياب الحكومة والدولة والمؤسسات والمنظمات وإلى غيره؟ طبعا أنا بقول لك يعني على مدى تقريبا 24 ساعة أنا شايف أنه بدأ يثمر فعلا، حتى أنه الناس اللي تواصلوا معنا عبر الواتس، عبر الماسنجر، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، عبر التليفون، فبدأوا فعلا يطمئنوا وزرعنا فيهم الثقة للكادر الطبي، نزعنا منهم الشائعات التي تروج، تمام؟ فهذه بادرة طيبة، يعني نتاج جميل. صحيح، فأول خطوات التوعية هي تصحيح المعلومات المغلوطة لدى الناس. بالضبط، المغلوطة، نعم. نعم، إذا دكتور غسان شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور غسان، كنت معي في هذه الحلقة، وشكرا لكل الجهود التي تقومون بها. مشاهدينا الكرام، اتصل آخر من تعز معنا، تغريد السعيد. مرحبا بك تغريد، مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم، مساء النور. أهلا بك تغريد، ما هي المبادرة التي تنشطي بها وما الأنشطة التي قمتم بها خلال هذه الفترة؟ نحن الحمد لله بدأنا كمبادرة مع السلام خلال فترة قبل شهرين تقريبا، تحولت المبادرة إلى مؤسسة بسبب الأنشطة التي قمنا فيها لخدمة المجتمع. طبعا احنا مبادرتنا أو مؤسستنا صناع السلام هي همها الأساسي هي مؤسسة خدمية لخدمة المجتمع. عملنا مشاريع كثيرة حول السلام والأمن والسلام والنزاعات والطفل والأمومة ومشاريع كثيرة. آخرها كان مشروع الوقاية من وباء كورونا المنتشر مؤخرا. نعم، تغريد أيضا كان من الملاحظ أن الناس في اليمن لم تستوعب كارثة الوضع وخطورة هذا الوباء، هنالك عدم التزام، هنالك ربما استهتار وربما لا مبالاة، برأيك كيف يمكن إيصال مدى خطورة هذا الوباء للناس لتستوعب أنه تسبب بإنهيار اقتصادات وأغلق دول؟ كيف يمكن إيصال هذه المعلومة للناس؟ طبعا للأسف هذا ما نعاني منه، ما أعتقد حتى اليمن فقط، أغلب الدول. في البداية كبداية انتشار كورونا الكل فاقد المصداقية إلى جانب استهتاره بالحالة نفسها، بأعراض الحالة نفسها في استهتار فيه. طبعا عندنا المجتمع عندنا في تعز وبالذات في المدينة القديمة، أثناء تطبيق مشروعنا احنا الآن سوينا مشروع تجهيز قسم متخصص في مستشفى المظفر، قسم خاص للحجر الصحي إذا لا قدر الله وصلت حالات كورونا. طبعا كان في ناس مع عدم استهتارهم بالموضوع، لكن هناك تخوف وعدم تقبل نحن نطبق مشروع معين انه بنوصل كورونا عندنا. نعم، في في كان هناك دوحتين، استهتار وبنفس الوقت خوف جدا لدرجه انه اصبح عيب انه حد ممكن يصاب بمرض كورونا للاسف. نعم تغريد، رساله توجهها للمجتمع والناس. الرساله اللي بوجهها لمجتمعنا بالذات أن ينظروا للحلول. الآن إحنا ندور حول أسباب المشكلة، أسباب انتشار الوباء كورونا، نبحث عن الأسباب ونوسعها ونكبرها، لكن لو اهتموا أو ركزوا بالحلول وأعطوا مساحة فقط لأفكارهم لدخول الوعي، كي بدل ما يسيطر الخوف أو الاستهتار يسيطر الوعي قليلا ويفتحوا له المجال كي نصل أو يصل بنا إلى بر الأمان.
نعم، إذن تغريد السعيد كنت معي من تعز، شكرا جزيلا لك تغريد، شكرا لأنك كنت معي في هذه الحلقة، وشكرا لكل الجهود التي تبذلونها. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من عدن معنا ليزا القدسي. مرحبا بك ليزا، مساء الخير. مساء النور، أهلا أستاذ أمل. أهلا بك ليزا، بداية كيف هو الوضع في عدن؟ ما حقيقة هذه المقاطع والصور التي نشاهدها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيات ربما بالعشرات يوميا؟ صحيح صحيح أختي أمل، كما تعلمون الوضع في عدن في هذه الفترة وضع يرثى له، يعني بحيث أنه تقريبا نحن ماش مع نحن الوسائل الكافية للإسعافات أو لإنقاذ المرضى في داخل. فكذا يعني بشكل مش طبيعي الوفيات والإصابات تتكاثر يوم عن يوم. فنحن كذلك نحن شباب متطوعين نقوم بحملات، من حملات نظافة، حملات توعية، ومن ضمن هذه الحملات نحن ننزل على الشوارع عشان تكون حملات نظافة نسوي تخف قلة الأمراض وكذا. وأيضا جمعت المصائب ليزا مرة واحدة، العالم يعاني من وباء كورونا، عدن تعاني من أكثر من وباء نتيجة السيول. عدن تعاني من الكثير، عدن منها أكيد أكيد، عدن تعاني بشكل مش طبيعي، يعني بشكل غريب. عدد الوفيات يتكاثر يوم عن يوم في عدن. نعم، كيف يتعامل الناس مع الوضع؟ هل هنالك التزام؟ هل هنالك وعي إلى حد ما من قبل الشارع العدني؟ مع الأسف مع الأسف عدن الناس عدن في الشارع مستهترين، يعني يحس انه الوضع ما فيش كورونا، اذا نزلت نحن مثلا ننزل كنا نوعيهم في الشوارع يقول لك ما فيش كورونا، انتم تقولوا نحن المرض لا يوجد، فمش ملتزمين لا بالحظر ولا بالحجر داخل المنازل ولا حتى بالوقايه الشخصيه لهم. طيب يعني والناس اللي تموت يوميا؟ طيب والناس اللي تموت يوميا هذه ايش؟ هذه ناس تموت من شدة الأمراض، لكن الشارع العدني عندنا احنا من النوع اللي ما يستوعب الوضع، يعني مش واخذين الوضع انه قد في وفيات في إصابات. ايوه اقصد انه كيف للشارع الا يستوعب الكارثة وهو يرى بعينه الوفيات والإصابات والمستشفيات تزدحم بالمرضى والوفيات. ليزا حدثنا ايضا عن ابرز الصعوبات التي تواجهها اثناء عملكم الشبابي والتطوعي خلال هذه الفترة. نحن مجموعة شباب أولا تابعين لمؤسسة اسمها المؤسسة بصمة حياة، فنزلنا باسم الحملة نحن معكم نصحتكم، كنا ننزل نوعي على مستوى محافظة عدن، نوعي الناس، نحاول نفهمهم انه كيف تتوقوا يكون عندكم مناعة ويكون عندكم وقاية، فما يستوعبوش مننا، ما يستقبلوش، يحاولوا انهم يكونوا مستهترين، يعني بقدر المستطاع كنا نحاول نوصل لهم انه هذا الموضوع خطير، هذا الموضوع يسبب وفيات، عشانكم عشان اهلكم عشان اطفالكم، كان ما يستوعبوش ولا يتقبلوا الوضع، بالرغم من انهم يشوفوا عدد الوفيات وعدد الامراض وعدد الاصابات، بس مع الاسف مستهترين. رساله توجهها ليزا بختام هذه المشاركه. رساله للكل داخل عدن وخارج عدن، يا جماعه اذا مش خايفين على انفسكم خافوا على اهاليكم، حاولوا تلتزموا بالقواعد، حاولوا تلتزموا بالحجر، حاولوا تلتزموا بالنظافه الشخصيه ونظافه منازلكم ونظافه حوافيكم، يعني بقدر المستطاع ان الواحد يحاول انه يتجنب. نعم، إذن ليزا القدسي شكرا جزيلا لك أنك كنت معي في هذه الحلقة، وشكرا أيضا لكل الجهود التي تبذلونها في الميدان رغم كل الصعوبات التي حدثتنا عنها. إذن مشاهدينا الكرام، ربما كانت النقطة المشتركة في حديث الكثير ممن كانوا معنا هي عدم إدراك الناس لكارثية الموضوع وعدم التزامهم وسائل الحماية وأن يظلوا في المنزل، وهذا طبعا يعود لغياب الدولة، الدولة هي من تفرض على الناس مثل هكذا إجراءات، إن لم توجد جهات تفرض على الناس هذه الإجراءات لن يقوم الناس بالالتزام بها. مشاهدينا الكرام، إذا نذهب لمتابعة أيضا جزء من التصريحات التي وصلت عن موضوع هذه الحلقة من الشارع. يعني جاءت مواكبة للأحداث والوضع الصحي الذي تعيشه حضرموت، هي عبارة عن مبادرة شبابية قمنا بها مجموعة من شباب في جروب عبر تطبيق الواتساب. بادر هؤلاء الشباب لإقامة حملة كبيرة توعوية وفي نفس الوقت حملة الرش الضبابي الوبائي للحميات في مدينة المكلة هنا وفي بعض مناطق
الأخرى. طبعا هذه حملة الرشا يبادر فيها كل الشباب متطوعين بالتعاون مع الأشغال والأشغال العامة في مدينة المكلة، وكذلك مع محور الملاريا في حضرموت. هنا بقلة الإمكانيات الموجودة والمتاحة لدينا من قبل هؤلاء الشباب، الكل بادر هنا بسيارته والكل بادر بما يملك معه من قلة الإمكانيات، لكن أننا إن شاء الله نحاول أن نقدم شيء للمجتمع وأن نخدم به في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلد. الهدف من هذه الحملة هو القضاء على أحد المسببات الأمراض والأوبئة، منها حشرة البعوض التي تسبب الكثير من الأمراض، منها حمى الضنك والحميات بشكل عام، ومساندة السلطة المحلية في تنفيذ مثل هذه المبادرات التطوعية. وهذه المبادرة التي تقوم بها مؤسسة نهر التنموية تشكل في تغيير الوضع الصحي في المجتمع والتقليل في عدد الإصابات وانتشار الحميات، وتوثر هذه الحملات التي تقام الصباح والمساء على القضاء على البعوض بشكل عام. طبعا نحن ننفذ حملة طبعا نفذتها شباب ملتقى شباب من أجل حضرموت. طبعا الشباب هذيلا ما شاء الله تبارك الله قاموا بالدعم المادي والمعنوي لنا في الحملة بتنفيذ مكتب الأشغال العام والطرق. طبعا الحملة تستهدف جميع البؤر الموجودة في مدينة المكلة. البؤر هذه أدت إلى عدة من الحميات في مدينة المكلة. المصابين طبعا عددهم يتزايد، لابد من وقفة مع الناس للنزول الميداني مع شباب ملتقى حضرموت، ونحن بإذن الله تعالى سنقوم بواجبنا بأكمل وجه لحضرموت والمكلة خاصة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. منذ البداية الأولى لانتشار كورونا في العالم وإعلانه كوبا عالمي، تحركت مؤسسة حمص سعيد على عدة مسارات. قامت بعملية رش في السجن المركزي والمكاتب الحكومية. أنشأت أو دربت فريق للترصد الحراري ووضعته على المنفذ لرصد درجة الحرارة القادمة للمدينة. قامت بحملات توعية ودربت فريق النساء للتوعية. إذن مشاهدينا الكرام، بينما تغيب الدولة ومؤسساتها ومسؤولين لرواتبهم بآلاف الدولارات، يحضر هؤلاء الشباب البسطاء متطوعين ومستغلين كافة إمكانياتهم البسيطة والمتوفرة لسد هذه الفجوة. إذن شكرا لكل من كان معي ضيفي هذه الحلقة، وأشكركم على المتابعة، والشكر هو موصول لزميلي منتج ومعد البرنامج عمر النهمي. نلقاكم على خير.